النهضة العمرانية الأخيرة اللي شهدتها محافظة ميسان هنالك مشاريع تنفذت أيضا إضافية ما لها داعي بنظر يعني وبنظر أكثر مواطنين في محافظة ميسان، وأصبحت عائق أكثر من فائدتها. دورنا كمواطنين نطالب رئاسة الوزراء، حكومتنا المركزية وبالخصوص حكومتنا المحلية والمجلس مجلس محافظة المنتخب الجديد بالنظر بهذه المشاريع وإكمالها بأسرع وقت لأنها أصبحت عائق على المواطنين. والله هذا المشروع صار له بحدود 13 سنة، والله أذانا بالله العظيم تراب وشوط السات، يعني لا تقدر تروح لأهلك تفتر فراري يلا توصل. المسؤولين ما عاد الملتهين ما عاد الملتهين خص هذا، يعني إن شاء الله ريد هاي الحكومة الجديدة تسوي نحل لهذا المشروع المشاريع اللي أذتنا، يعني والله العظيم أذتنا ما نعرف شو نسوي. مجلس المحافظة الجديدة أكدون عليه يا أخي، هذا المشروع مشروع عطلوا كل المشاريع مشروع هذا مشروع ما يصير هيك، يعني أذية يعني عاقل سير كله مال المحافظة. فوق هذا قطعونا جسر لوغزلافي، جسر لوغزلافي وقت الدوام الرسمي قطعوه، يعني هو هذا الشهر شهر الواحد والثاني هو لمة الزحام. المشاريع اللي كانت أكثر ضار للمواطن الميساني هي المشاريع اللي فاتت زمنها يعني المحدد، يعني كمشروع نفق الكرامة هذا المشروع صار له تقريبا بحدود 8 سنوات، يعني للأسف لهذه اللحظة لم نشاهد أي نسبة إنجاز في داخل هذا المشروع. ننتظر احنا ان شاء الله في ما بعد انتخابات مجالس المحافظات على انه يكون ديوان رقابي مشكل ولجنه رقابيه مشكله داخل المجلس.